طيب كيفاش ضاعت في كندا؟ مشينا وقتها في الخدمة، أنا مش عمري ما سافرت، سافرت للمغرب ومصر، في مشينا عرضنا مسرحيات غادي ومن بعد مشينا مع بعضنا لكندا. أنا لأوروب ما تعديتش بيه، معناها ميم با مشيت من أستراليا فرنسا باش نستانس ديريكت كندا وموريال، تحطيت في موريال والكل. حبيت نعمل تجربة وحدي وقت أنتم مازلتوا راقدين في الأوتيل، خمسة نتاع الصباح وتقلب بالوقت وخمسة وصباح وثلج حاسب. دخلت بعضي قلت خلنا نهبط، هزيت الساك فهمتني في دبوزة ماء فهمت، وبدلت حوايج، لبست بوني، وانا خاطر بابا شاري لي كي جيت ماشي لكندا دبشت شراهم تو واحد يعدي غربة 20 سنة غلط وهم أربع أيام بونيات وواحد وكي والجيب القشابية حبيت نلبسهم الكل نستغلوا فهمت، لبست الكون كي بونيات فهمت، عملت تاكو خرجت الخمسة نتاع الصباح، خرجت مشيت للاستاسيون نتاع التران فهمت. انا في بالي الترانات كيف نحن تطلع برشلونة اذا طار جبال جلود مقرين وطار، اي قلت خليني نطلع هيك استاسيون نهبط نتفقد كندا وما نحبش نحلب لك اللي في استاسيون. سمعت نفقد كندا؟ والله ما نحبش نحلب لك اللي في استاسيون اللي انا معناها من غريب وعربي والكل، على اساس مولود لهنا من عامل هيك مريقل، هما يخزروا لي نتاع مريقل معناها الامور مريقله قصيت فهمتني تدري شنو فهمت. قفل واحد طلعت فيه فهمتني قاعد وساكتين ساكتين ونشوف فيه ماشي ترا فهمت، بديت نخزر من الشباك كونغوروات وغاب، ومن بعد تعدينا على بحر، ومن بعد تعدينا على وبعد اسم وبعد ولاو معناها عباد اخرى شباب يا اخي قلت له وين ولا بديت نخزر الوقت وانا ما نحبش نحلب اللي انا ضايع نعمل لك، وهم بداو قلبي في الميتين شنو الهبيعه ذا السير زاد من امريكا ترى مشيت لواحد غاد قلت له السير قلت له ما فهمتش بان لغه يحكي، قلت له يو سبيك انجلش، قال لي نو شنو يحكي كيبيك ولا شنو، قلت له يو سبيك فرنش، قال لي قلت له ذيس ترين وقتها يقف يا معلم عندي اربع ايام في التراث والله حكيت المترويت تصير رجعتكم في الليل وقتها رجعت في الليل.